السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لارا جي بي تي بديل لشات جي بي تي اللي في ناس كتير مش عارفة تدخل عليه نتيجة إن هو ممنوع في بعض البلاد، فهو بيقدر يعمل لك السي او مثلا اللي هو يسهل لك إن محرك البحث يوصل ليك، يقدر يعمل لك ايميلات سريعة في الاستخدام بتاعه، في كذا تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ يعني مجهز لك سؤال، يعني انت بتقول له انا محتاج كذا، فالاجابة تبقى مبسطة الموضوع ده. يعني عايزك تكتب لي مقالة عن كذا، عايزك تعمل لي اعلان لفيسبوك فهو يخصصه لك. في تمبليت اهوت، حاجات خاصه بالبلوج، المدونات، حاجات خاصه بالماركتنج تولز، حاجات خاصه بالجنرال رايتنج، في السوشيال ميديا، الويب سايت، الاذر. يعني ممكن تقول له ترجم لي، اعمل لي كلمات اغاني، اعمل لي صور، تكتب له وصفه ويعمل لك الصور. تمام. طيب هنا ممكن تقول له بقى ايه، انا عايز اللغه تبقى عربي، فخلاص كله بقى عربي. تمام، بس في ترجمه غلط طبعا. تمام. طيب خلينا نقول له انجليزي. هنا هتلاقي مثلا التمبليت موجوده اهيت، الاي اي ايمج، تدي له وصف لاي حاجه يبدا ان هو يكون لك الصور. انت ليك ان تعمل 50 صوره، شات اكتر من حد تقدر تعمل الشات. تمام، تقدر تكتب اي حاجه هو يجاوبك زي شات جي بي تي. صوت للكتابه، يعني انا الكلام اللي انا بقوله ده هيتحول ل تكست، تقدر تاخده كوبي بيست. يقدر يساعدك في ان انت تكتب اكواد. تمام، تقول له مثلا عايز كود بالبايثون، عايز بكذا، يقدر هو يكتب لك الحاجات دي. فجدير جدا ان احنا نجربه، ميزه ان هو يعني اوبن سورس، هيكون مفتوح ويكون سهل ان انت تستعين بيه في ان انت تعمل البرامج بتاعتك، ان هو مجاني. تمام، قول له لخص لي الحاجات دي بحيث ان الطفل عنده 5 6 سنين يقدر ان هو يفهمها. عايز تعريفات، عايز اجوبه. يعني ممكن نقول مثلا بلوج ايديا، انا عايز افكار، عايز افكار عن ايه، عايز افكار مثلا عن الاي اي بلغه الانجليزي. تبدا تشوف انت بقى اللغه اللي انت عايزها. خلينا نقول له كده الذكاء الاصطناعي. الكواليتي، التون، بروفيشنال ولا عايز حاجه فاني، ولا عايز كام نتيجه، تقدر تختار افضل نتيجه فيهم. فبدا يكتب لي بالشكل دوت. تمام، ده عشان حددنا 200 كلمه، ممكن تقول له انا عايزها 1000 كلمه، فيبدا ان هو يكتبها لك اكتر من كده بكتير. الموقع جميل، اتمنى ان انتوا تاخدوا الفرصه وتجربوه ان شاء الله.